أهلا بكم. يمتلك العراق ثروات هائلة وموقعا استراتيجيا مهما وموارد بشرية كبيرة، إلا أن نحو ثلثي سكانه يقبعون تحت خط الفقر وفقا لوزارة التخطيط الحالية، ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة بشكل مستمر في ظل ارتفاع معدلات التضخم وتزايد حدة الأزمات التي تضرب البلاد. أيضا في هذا البلد تسيطر الأحزاب والميليشيات على الحكومات المتعاقبة منذ عام 2003 بقوة المال والسلاح واستخدام القانون لقمع المنتقدين والمنافسين، فمعظم ثروات العراق تذهب لتمويل الأحزاب والميليشيات المسلحة، مئات تهدر من الثروات فضلا عن الدولارات التي تسيطر عليها هذه الميليشيات. إيران هي الأخرى تسيطر على الاقتصاد العراقي من خلال أذرعها وميليشياتها التي تنفذ أجنداتها التي تخدم مصالح إيران. كذلك هذه الميليشيات متخمة من نهب أموال العراقيين والاستثمارات التي تصب في مصلحة هذه الأحزاب الفاسدة التي تعود إلى الميليشيات والميليشيات تعود إليها، في حين يعاني العراقيون من الفقر والعجز أمام الأزمات المتلاحقة. هذه المعادلة الاستثنائية التي تمثل وفرة الثروات مع فقر الشعب العراقي في ظل ثراء الميليشيات تثير تساؤلات عديدة عن أسباب وتداعيات ما يعانيه العراقيون من أزمات، ولمصلحة من تستمر هذه المعاناة ومن المسؤول عنها. هذه التساؤلات وغيرها نضعها تحت الضوء في حلقة اليوم التي تحمل عنوان ثروات العراق المنهوبة ميليشيات وأحزاب متخانة. نناقشها اليوم مع ضيوفنا الكرام. معنا في الاستوديو الصحفي والباحث السياسي الدكتور نوري حمدان، مرحبا بكم دكتور. اهلا وسهلا بكم، شكرا جزيلا. وايضا عبر سكايب الباحث في الشان الاقتصادي الاستاذ عمر الحلبوسي. استاذ عمر السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، تحيه لكم ولضيفكم الكريم وللمشاهدين الكرام. حياكم الله. ينضم الينا ايضا عبر سكايب الكاتب والصحفي العراقي الاستاذ بهاء خليل. السلام عليكم استاذ بهاء. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ورحمه الله. حياكم الله. اذا مشاهدينا الكرام نبدا بمشاهده هذا التقرير ثم ندخل الى تفاصيل الحلقه. مع امتلاك العراق لثروات هائله الا ان الشعب يعاني من ازمات اقتصاديه متواليه، فالاقتصاد العراقي لم يتعافى منذ 20 عاما من الغزو الأمريكي، وأصبح من أعلى الدول في معدلات الفساد الإداري والمالي بحسب صحيفة فورين بوليسي. ففي الوقت الذي تشهد فيه الأسواق العراقية موجة غلاء خفضت القدرة الشرائية للمواطنين، لا سيما أصحاب الدخل المحدود والفقراء، مع حلول شهر رمضان المبارك التي تضاعفت فيه الأسعار، فإن ثمة طرفاً آخر يتمثل بالميليشيات التابعة للأحزاب الفاسدة التي تمكنت بقوة المال والسلاح من بناء سلطة تضم السلطة القضائية والتنفيذية، فأحكمت بذلك قبضتها على مقاليد الأمور في الدولة وفقاً لتقرير موقع جاست سيكوريتي الأمريكي، حتى أصبحت تلك الميليشيات مدخمة بالأموال التي تحميها السلطة الفاسدة برعاية إيرانية. معهد الدراسات السياسية الدولية الإيطالي أكد أن معظم ثروات العراق تذهب لتمويل الأحزاب والميليشيات المسلحة التابعة لها، وأن هدر ثروات العراق المتعمد أدى إلى خسارة مئات المليارات من الدولارات من الأموال العامة التي كان يجب أن تستثمر لتطوير البلاد وبناء البنية التحتية المنهارة، فيما حذر معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى من استحواذ شركة المهندس التابعة لميليشيا الحشد على 2 مليون دونم من محافظة المثنى بزعم زراعتها بمليوني نخلة رغم افتقار المنطقة للمياه وأزمة الجفاف، لافتا إلى وجود مؤشرات تدل على أن المشروع مجرد غطاء لاستحواذ ميليشيا الحشد على هذه المنطقة الاستراتيجية على الحدود العراقية السعودية. ووفقا لوزارة التخطيط الحالية، فإن نحو ثلثي سكان البلاد يقبعون تحت خط الفقر، ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة بشكل مستمر في ظل ارتفاع معدلات التضخم وتزايد حدة الأزمات التي تضرب البلاد.
استمرار مسلسل سيطرة الأحزاب والميليشيات على الحكومات المتعاقبة بعد عام 2003 بقوة المال والسلاح واستخدام القانون لقمع المنتقدين والمنافسين يمثل استراتيجية أساسية للميليشيات التي لعبت دورا حاسما في الاستيلاء على الدولة. نرحب بكم من جديد مشاهدينا في هذه الحلقة من تحت الضوء، وهي بعنوان ثروات العراق المنهوبة ميليشيات وأحزاب مضخمة. نبدأ مع الدكتور نوري حمدان، وسؤال الأول، موقع جست سيكوريتي الأمريكي يقول أن الميليشيات المرتبطة بإيران سيطرت على العراق بقوة المال والسلاح. بداية، الميليشيات معروفة أنها سيطرت على الملف الأمني في العراق، وحتى أزاحت الشرطة والجيش عن الملفات المهمة والمفاصل المهمة بالعملية الأمنية، ولكن دخولها على الجانب الاقتصادي، ما هي خطورة سيطرة هذه الميليشيات على مقدرات وعصب الحياة لدى العراقيين؟ نعم، شكرا جزيلا لكم وتحياتي لكم طبعا ولجمهوركم الكريم ولضيفك الكريمين. الحقيقة أنه هذا الملف هو سياسة توسع بالنسبة للميليشيات، يعني بعد تمكنها من السيطرة على الملف الأمني. نعم. ما قبل 2014 إذا عدنا قليلا، نعم، كانت هذه الميليشيات متوغلة في مفاصل المؤسسات الأمنية، ولكن ما بعد 2014 هي تم تكريس هذا يعني الملف الأمني تحت سيطرتهم من خلال تشكيلات، نعم، وفصائل مسلحة منتمية أو منضوية في إطار قانون حشد الشعبي، نعم، المعروف. بعد هذا التمكن لابد من الاستمرار والتمكن من الدولة. التمكن من الدولة المعروف هو في يعني الأبجديات العمل حتى السياسي، نعم، هو التمكين من الاقتصاد. إذا تمكنت من الاقتصاد تمكنت من الدولة بمفاصلها كافة من خلال يعني القرار السياسي وكذلك الملف الأمني. ومن هنا يعني لا يقل أهمية عن أو ضرورة عن الملف الأمني الاقتصادي، هو أهم من الملف الأمني بالمناسبة. يعني الملف الاقتصادي هو من خلاله يبنى الأمن والسياسة، تبنى الأمن والسياسة، نعم، لأنه كل الأزمات التي تحدث في العالم أكبر خطر يشكل على أي أزمة اجتماعية هي أزمة الغذاء، نعم، الأمن الغذائي. بالتالي الأمن الغذائي خطوط حمراء عند الدول، نعم، فالأمن الغذائي هو من أخطر ما يمكن على المجتمع. المجتمع ينهار بدون أمن غذائي. فبالتالي الملف الاقتصادي هو أساس كل العملية السياسية أو البلد بأكمله. نعم. فبالتالي مهم جدا أنه يتمكنون ويسيطرون على الملف الاقتصادي في هذا إذن المجال. هي ضرورة لاستمرار هذه الميليشيات وسيطرتها على كل الملفات والمفاصل المهمة، نعم، بالدولة. شوف، حتى الـ يعني الاستمكان من المشاريع الدولة، نعم، كانت هنالك لديهم شركات تحت أسماء مهمية أو لديهم أسماء مستعارة، نعم، يستغلون، لكن اليوم أصبحت لديهم شركات بعناوين واضحة وعلنية وتمكنوا من السيطرة على مشاريع الدولة. بالتالي هنا أصبحت قضيتين أساسية. بداية، يعني أولا نوع الهيمنة من على الاقتصاد العام والهيمنة على الاقتصاد الخاص في مرحلة أخرى، بمعنى أنه المشاريع هسه اليوم القطاع الخاص ينتعش في ظل تأمين الدولة خطوط إنتاجية عملية اقتصادية والتأمين، نعم، يعني الأمان للقطاع الخاص. بالتالي القطاع الخاص ينتعش في البلد ويزدهر ويحمل يكمل ما يعجز عن القطاع العام، ما لا تتمكن عليه الحكومة، نعم، من حملة في إدارة الملف الاقتصادي. اليوم أصبح التنافس فيه خطر، لأنه لا يمكن لشركة عراقية، نعم، أو أجنبية تأتي وتنافس في مناقصة أو مزايدة زين شركات تابعة للحشد الشعبي أو لفصيل مسلح من فصائل، طيب، المسلحة. نعم.
طيب هذا الجانب مهم ونستكمل جوانب أكيد أخرى مع حضرتك. نتوجه إلى الأستاذ عمر الحلبوسي المختص بالجانب الاقتصادي وثروات العراق من 2003 ولغاية اليوم هي في تزايد، ولكن المفارقة أن حجم الأموال المنهوبة اليوم هي أموال كثيرة وكبيرة ولا يمكن إحصائها، وهناك إشكاليات كبيرة على استرجاع هذه الأموال. برأيك ما هو حجم الأموال المنهوبة التي سرقت ونهبت من العراق والعراقيين؟ أهلا وسهلا بكم، تحية لكم ولضيفيكم الكريمين. حياكم الله. الحقيقة 2003 تعرض العراق ليس إلى احتلال عسكري فحسب، بل إلى احتلال اقتصادي ومالي ساهمت به وعلى رأسهم إيران الشر ومن معها من الحلفاء وأدواتها الداخلية. حقيقة جرى نهب أموال كبيرة جدا، إلى الآن لا توجد حقيقة إحصائية دقيقة، لأن الأموال المنهوبة هي ليست فقط من البنك المركزي، بل أموال النفط في الشرق لا نعلم حقيقة كم عدد النفط الذي يستخرج يوميا بشكل دقيق، لأن ما يعلن من قبل الحكومة هي أرقام ليست حقيقية. أمر آخر، هناك أيضا هيمنة كبيرة على الحساب الجاري لوزارة المالية العراقية، وهو حساب الدولة العراقية الذي توجد فيه أموال هذا البلد. جرى استنزاف العراق من خلال عدة أدوات كبيرة تقودها إيران وأدواتها الفاعلة في العراق، وعلى رأسهم نوري المالكي رئيس الوزراء لمدة دورتين والمتحكم في رئاسة الوزراء حاليا، فضلا عن ذراع نور المالكي المتواجد حاليا في البنك المركزي علي محسن العلاق. الأموال التي نهبت حقيقة هي أموال كبيرة جدا، بعضها استثمر داخل العراق بعمليات غسيل أموال من خلال مستشفيات وجامعات أهلية ومدارس ومطاعم وفنادق ومجمعات سكنية وإلى آخره. طبعا تم استثمارها للأحزاب والميليشيات. نعم، تستثمرها الأحزاب والميليشيات، وسبق وأن تحدثنا عن الاقتصاد الأسود الذي أسس بعد عام 2003، وهذا الاقتصاد محمي بالدم والسلاح المنفلت الذي تقوده الميليشيات والأحزاب. أسس هذا الاقتصاد بأموال الشعب العراقي التي سرقته الأحزاب والميليشيات واستثمرته في الداخل، فضلا عن استثماراتها الكبيرة في الخارج في إيران، في تركيا، وفي الإمارات، الأردن، ولبنان وغيرها من الدول. لذلك إلى الآن لا توجد إحصائية حقيقية عن حجم الأموال التي نهبت، ولكن توجد بعض المعلومات لدى الفيدرالي الأمريكي والذي إلى الآن لم يكشف عن تفاصيلها في الكامل. لذلك نحن أمام سرقة لم تعهدها البشرية إطلاقا، ونحن مقبلون أيضا على عمليات سرقة جديدة لاحتياط البنك المركزي العراقي من خلال قانون. ما الذي يمنع من حصر أموال المنهوبة إذا كانت هناك تحويلات تتم وفق بنوك أو تتم وفق عمليات مصرفية معينة؟ ما الذي يمنع من حصر هذه الأموال واستردادها؟ يعني إذا هناك أطراف ليست فقط داخلية داخلة بعملية تهريب. نعم سيدي، هي العملية السرقة ليست فقط داخلية، بل أيضا هناك جهات دولية متفاعلة في هذا الأمر. هناك كثير من المصارف في العراق هي ليست مصارف عراقية، بل مصارف أجنبية، فضلا عن أن القطاع المصرفي العراقي جرى غزوه من قبل جهات خارجية، وسبق وأن تحدثنا عن الغزو الخارجي للقطاع المصرفي والمالي وخطورته. تجري من خلالها عمليات تحويلات بنكية وعمليات تحويلات بنكية وهمية إلى عدة دول، وعندما تصل هذه الأموال إلى دولة معينة يتم تفريعها إلى أكثر من دولة، فضلا عن عمليات التهريب الممنهجة التي تتم عن طريق الحدود البرية وعن طريق الطائرات. يضاف إلى ذلك هناك عملية خزن لهذه الأموال تتم في داخل العراق في بيوت المسؤولين وفي مقرات الأحزاب والميليشيات، وهو ما يؤكد حقيقة ما تحدثنا عنه سابقا أن الدولار سبب نقصانه في العراق هو عمليات التهريب التي تحدث باتجاه روسيا واتجاه إيران وسوريا ولبنان، بالإضافة إلى ذلك أنها شركات الصرافة والمصارف التي بمجملها حقيقة هي عبارة عن دكاكين تدعي العمل المصرفي تابعة للأحزاب والميليشيات، تقوم بسحب الدولار من السوق العراقية واكتنازه، وهو ما أدى إلى تراجع الدينار العراقي أمام الدولار الأمريكي. كل هذا يبين أن
عملية أن القطاع المالي والمصرفي جرى الهيمنة عليه، والبنك المركزي العراقي هو عبارة حقيقة عن بؤرة جرى هذه. لذلك لا نستطيع أن نجمل هذه الأموال، لأن حكم بالحوالات هو البنك المركزي العراقي وهي الحقائق. أستاذ بهاء، يعني الميليشيات تسيطر على الجانب والعصب الاقتصادي في العراق، وأحد المشاريع اليوم التي تطرح هو مشروع نخيل المثنى. هناك مشروع لزراعة 1,000,000 نخلة في محافظة المثنى في الحدود المتاخمة للسعودية. معهد واشنطن للدراسات يقول مشروع نخيل المثنى يثير الريبة بتوقيته وأهدافه غير المعلنة. هل هناك أهداف أبعد من الاقتصادية في هذا المشروع؟ نعم، في البداية تحية لحضرتك ولضيفيك الكريمين والمشاهدين الكرام. أهلا وسهلا. موضوع إنشاء حزام أخضر أو ما يسمى بالحزام الأخضر في تلك المنطقة الصحراوية النائية مع بعد مصادر المياه عنها يمكن بأنه الهدف ليس بالضرورة أن يكون هو هدف سامي بالنسبة للعراق كدولة، لأنه هنالك أماكن كثيرة كان بإمكانهم استغلالها لزراعتها لو كانوا فعلا يريدون زراعة نخيل. لكن في الحقيقة هم يريدون منطقة قريبة من الحدود السعودية. سبق أنه تم استهداف أرامكو في السابق من خلال مسيرات أطلقت من محافظة المثنى حسب نتائج التحقيقات اللي أجرتها الحكومة السعودية مع الإدارة الأمريكية بشكل مشترك. وأثبتت بأنه بعض الطائرات اللي دخلت الأجواء السعودية وقصفت أرامكو انطلقت من السماوة في جنوب العراق أو من بادية السماوة في جنوب العراق. هذا يؤكد بأنه هي عبارة عن سكين في خاصرة السعودية أو في خاصرة الاتفاق الإيراني السعودي اللي حصل قبل أيام. هنالك يعني نوع من أسلوب الضغط حتى تتمكن إيران من إملاء شروطها مثلا. نعم، هي ليس فقط أسلوب ضغط، لكن هو في الحقيقة أنه أنا بإمكاني، يعني كأنها تريد أن تقول بأني بإمكاني أن أصل إلى أقرب نقطة على الحدود السعودية وبإمكاني تهديد المصالح السعودية. الجميع يعرف بأن الاقتصاد السعودي مبني على النفط، وشركة أرامكو واحدة من كبريات الشركات العالمية إن لم تكن الأكبر على الإطلاق بتوريد النفط في العالم، والجميع شاهد ما حصل في الأسواق العالمية يوم استهدافها في تلك الفترة. لذلك هذه المناطق القريبة والمتاخمة للحدود السعودية هي مطمع لإيران من أجل الاستمرار في تهديد المملكة العربية السعودية، وبالتالي هو يعود بالضرر على العراق كدولة باعتبار أن العراق لديه تعهدات والتزامات مع جيرانه موقع من قديم الأزل، بالإضافة إلى الأواصر التي تربط بالمملكة العربية السعودية كاللغة والدين وغيرها من العمق العربي كما يسمى بالنسبة إليه. لكن تعبى إيران إلا أن تؤسس موقع قدم لها بجانب دولة كالسعودية من أجل أن تزيد في تهديدها شيئا فشيئا. هذه مختصر لكل ما يمكن أن تقدمه إيران للعراق. لا يمكن تقدم إيران وميليشياتها أي خير للعراق باعتبار أنه هي الأساس في دوار البلد منذ 20 عام. طيب، يعني رغم أنه يعني ندرة المياه والعراق يعاني اليوم من جفاف، حتى في فصل الشتاء هناك أمطار ولكن لا يتم استغلالها بالطريقة الصحيحة، إذن هو المشروع كله عليه ألف علامة استفهام بالتوقيت والموقع الجغرافي وحتى كأهمية استراتيجية. يعني هل يحتاج العراق إلى زراعة النخيل في هذا التوقيت في هذا الموقع؟ لا بالتأكيد. وشوف قبل مدة هو نفسه تنور المالكي قال أنه زراعة النخيل عندما حاولت السعودية أن تقيم مشروع استثماري في بادية السماوة من خلال زراعة النخيل وإعادة تصدير التمور العراقية للخارج، وهي اختارت المنطقة اللي قربها من الحدود السعودية، لكن صدر تصريح من نور المالكي بأنها ستؤثر على المياه الجوفية وستستنزف المياه الجوفية وهذا مخزون استراتيجي للعراق، وتكلم بإسهاب حول تأثير هذا الأمر على العراق من ناحية المخزون المائي وغيرها من الأمور. لكن الآن الجميع التزم الصمت عندما قررت ميليشيات إيران أن تقيم نفس المشروع بنفس المواصفات وفي نفس المنطقة. الآن أصبح مشروع ذات أهمية بالنسبة لهم، وأصبح مشروع يمدحون به كثيرا، وأصبح مشروع ضروري بالنسبة للعراق ولحياة المواطن العراقي وديمومة العراق. هذه الأساليب اللي يتبعوها دائما
لا يوجد من يحاسبهم عليها، وبالتالي هم يصرحون كيف ما يشاءون، يستغلون عدم وجود قوة حقيقية قادرة على إزاحتهم في هذا الوقت، وبالتالي لا يهمهم حتى رد فعل الجمهور. لذلك هم لديهم تصريحات متناقضة، نعم. لديهم طيب. كثير من طيب. الأمور اللي يستخدموها بهذا الأمر. نعم. دكتور نوري، اليوم يعني ثروات العراق في تزايد مستمر، الميزانيات، هذه الميزانية التي ستقر في 2023 يقول لك هي الأعلى منذ 2003 ولغاية اليوم، ولكن هناك عجز في الميزانية، هناك ازدياد بنسبة الفقر في العراق. كيف نفهم مثل هذه المتناقضات؟ وبالمناسبة يعني ميزانية العراق لو قورنت بالدول المجاورة التي لديها طرق ومجمعات سكنية وبنية تحتية وفوقية وغيرها تسبقها بأربع خمس أضعاف. هو حقيقة أنه هذه المفارقة الكبيرة، يعني تعرف اليوم أكو كان تصريح لمستشار الاقتصادي أو المالي لرئيس نعم. الوزراء يتحدث عن أنه الوفرة المالية نعم. أو الاحتياط المالي في البنك المركزي العراقي وصل إلى 115 مليار دولار، ولم يسبق في تاريخ العراق كما هو يقول أنه وصل إلى هذا الرقم. طيب. ومع في نفس الوقت هنالك رواتب متدنية بالنسبة للمتقاعدين، نعم. بالنسبة للموظفين هنالك بطالة، هنالك عدم توظيف نعم. هذه الأموال بشكل واضح لتأسيس بنى تحتية. هذا كل حقيقة مرتبط بقضية القضية الهوية الدولة من بعد 2003. يعني شوف بعد 2003 الاحتلال الأمريكي لم يسقط نظام كما يدعي شمولي أو ديكتاتوري، هو أسقط الدولة العراقية، ومن خلال الفوضى الخلاقة التي سعى من خلالها يعني تشكيل دولة جديدة في العراق، إلى اليوم لم تتحقق هذه الدولة. نوع هذه الدولة، هوية هذه الدولة، هل هي دولة يعني ليبرالية، دولة قومية، دولة دينية، دولة ملامح هذه الدولة مبهمة غير واضحة. شوف اليوم العراق دولة يعني في الاسم، نعم. ولكن هوية الدولة السياسية هي عائمة، غير دقيقة، غير واضحة. هوية الدولة الاقتصادية أيضا غير واضح، شنو اقتصاد البلد اليوم؟ هو يساري. طيب يعني هذه الوفرة المالية ما انعكاساتها على الاقتصاد وعلى المواطن؟ شوف هاي لها سبب، يعني لأنه لا توجد هوية للدولة، نعم. هذه الوفرة المالية لا يمكن أن توظف إلى خدمة المواطنين، والسبب هو الحقيقي هو حتى تستنزف هذه الوفرة، نعم. أو يستنزف هذا الاحتياطي إلى الأحزاب وتبعياتهم. يعني بصريح العبارة هم لا يستحون حقيقة، نعم. أصبحوا من إعلان ولائهم إلى إيران، نعم. العبادي رئيس الوزراء الأسبق قبل يومين يتحدث عن دور إيران في عدم تمكين العراق من إعادة وحدته وبنائه كدولة، نعم. ولا بد من أن يبقى ضعيفا بهذا المستوى لضمان عدم تكرار الحرب العراقية الإيرانية السابقة. هو هكذا يصف. هذا رئيس وزراء. طيب. وبالمناسبة شوف هنا يتحدث ويقول هم يعني في الحرب السابقة أو في الحرب العراقية الإيرانية، نعم. لثمان سنوات هم من القاتلهم؟ قاتلهم الشيعة، بمعنى أنهم هم لا يبالون حتى لأبناء مذهبهم الواحد، نعم. كمشترك ديني أو مذهبي. لم تكن هناك هذه المصطلحات في الحرب العراقية الإيرانية. أكيد ما كانت موجودة. كان العراق دولة واحدة، فبالتالي هذا يقلق إيران أن تعود، نعم. فهنا تغيب، لازم تغيب الهوية الوطنية، فكل ما يملك العراق لا يمكن توظيفه وفق نطاق الهوية الوطنية بحيث تخدم المواطنين بمشاريع. كل المشاريع، كل القوانين التي تم تشريحها من 2003 لحد اليوم هي مشاريع تصف في مصالح الأحزاب وديمومة عملهم واستمرارهم، نعم. في بالتالي نهب خيرات البلد لأحزابهم ولتبعياتهم، نعم. الولائية، فلا يمكن أن تصل إلى المواطنين، لأنه هذه الأموال يفترض أن توظف بمن توظف إلى بالبنى التحتية، في البحث العلمي،
في بناء المستشفيات. قامت المشاريع، قامت المشاريع، مصانع، شركات، توظيف الشباب، توفير فرص عمل. خلي يخلون المشاريع القديمة تشتغل حتى يوظفون جديدة. هي المشاريع العراقية، المعامل العراقية التابعة لوزارة الصناعة والمعادن، كلها معطلة اليوم. خلي تركوها تشتغل حتى بعدين يفتحون مشاريع جديدة. هو القديم هم تسببوا بتعطيله، بل يتقصدون تعطيله، حقيقة يتقصدون تعطيله. وهناك اعتراف داخل الأركان العملية السياسية والمسؤولين يقولون ممنوع تعمل وتشتغل المصانع. يا أخي هم لا يستحون من هذا بعد، انتهى الموضوع. يعني هم استسهلوا قضية، حقيقة يعني منهم استسهل قضية أنه الاستيراد من الخارج لمنفعة الولاء حقيقة في الدرجة الأولى، وبالتالي هو الكسب السريع في نهب خيرات البلاد بمشاريعها الفاسدة. طيب مشاهدينا، نواصل معكم حلقة هذا اليوم من تحت الضوء، ولكن بعد فاصل قصير. هذا برنامج جديد نلقاكم فيه كل يوم إن شاء الله، نتذكر فيه معا أياما من رمضان، نعيش فيه مع معارك وأحداث، نتذكر مرة نصرا عزيزا، ونتذكر مرة أخرى درسا قاسيا، نحاول أن نتعلم من هذا ومن ذاك. هي معركة من عجائب المعارك، لأن هذا الجيش القليل الذي يقوده طارق بن زياد استطاع أن ينتصر على الجيش الهائل الضخم الهادر الذي كان يقوده لوذريق. في هذا البرنامج في هذه الأيام تنقلنا وتقلبنا معا في أروقة رمضان مع شخصيات ومعارك وأحداث متنوعة التقطناها من تاريخ أمتنا العظيمة. كانت الفكرة أن نعيد التذكير بأنه يعني أمتنا عاشت طوال 1300 سنة تحيي رمضان بالمزيد من العبادة، المزيد من فعل الخير، التكافل، التزاور، التراحم، الاجتماع على القرآن وعلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. شهر رمضان فيه ثلاث فرص غالية، كل فرصة منها تكفر الذنوب. أهلا بكم من جديد مشاهدينا في حلقة اليوم من تحت الضوء، والتي تحمل عنوان ثروات العراق المنهوبة، ميليشيات وأحزاب مضخمة. أستاذ عمر، اليوم الاقتصاد العراقي وصل إلى مرحلة حرجة جدا، ترى ما هي تبعات هذا التذبذب في الاقتصاد، هذا التدهور في الاقتصاد؟ كيف يمكن أن نستقرأ الأوضاع الاقتصادية للمواطنين بعد هذه الفترة أو بعد هذه السنة؟ إلى الآن لم تقر الميزانية، وميزانية السنة الفائتة لم تقر. وضع الاقتصاد العراقي اليوم في ظل استمرار تهريب الأموال، وهناك سعر صرف الدولار في البنك وفي الموازي، كيف ترى الأوضاع الاقتصادية في العراق خلال الفترة المقبلة؟ الحقيقة الأوضاع الاقتصادية في العراق مقلقة جدا. نعم. وأنا سبق وأن قلت أنه مقبلون على حال ووضع سيء جدا، لا يقل سوءا عن الوضع الذي تعيشه فنزويلا وتعيشه لبنان. نعم. لأن ما حدث في لبنان هو اليوم نفس السيناريو يتكرر في العراق، نفس الأدوات الفاعلة، نفس الجهة الفاعلة. وسبق وأن قلتها، كل بلد تعبث به إيران فإن مصيره الهلاك والدمار والتدبير السياسي والاقتصادي والاجتماعي والانهيار على كافة الأصعدة. يا سيدي الفاضل، فيما يخص الموازنة العامة التي تسعى الحكومة لإقرارها، هذه الموازنة تضم أرقام انفجارية خيالية جدا. أولا هي الموازنة الأكبر بتاريخ العراق، ثانيا تضم عجزا كبيرا جدا يقدر ب 63 تريليون و 275 مليار دينار عراقي، ومن المرجح أن يصل إلى 90 تريليون. بالإضافة إلى أن محمد الشياع السوداني أخل ببرنامجه الذي سبق وأن وعد بأنه سوف يقلل من النفقات التشغيلية والإنفاق الاستهلاكي ويعظم من الإنفاق الاستثماري، ولكن ما حدث في الموازنة كان العكس تماما. إذ أقر قانون الموازنة في مجلس الوزراء
بإنفاق استهلاكي 150 تريليون دينار عراقي، بينما الإنفاق الاستثماري 47 تريليون، وهذا يعني الإجهاز على القطاع الخاص بشكل كبير. يضاف إلى ذلك عمليات النهب الممنهجة للثروات والنهب الممنهج للأموال العراقية، كل ذلك ساهم بتعظيم حقيقة البلاك إيكونومي، الاقتصاد الأسود، الذي سبق وإن قلنا بأن الاقتصاد العراقي الوطني جرى تدميره من قبل إيران وأدواتها وعدد من الدول. طيب أستاذ عمر، هناك جانب آخر، يعني الميزانيات للسنوات الثلاث القادمة اليوم تم يريدون أن يقروها داخل البرلمان لثلاث سنوات. يقول لك هناك تقديرات يمكن أن تقدر الميزانية، ولكن أن تقر لثلاث سنوات، هناك ربما ميزانية تشغيلية، هناك رواتب، هناك سعر صرف برميل النفط أو سعر النفط، سعر صرف الدولار، كلها تتداخل. كيف يتم إقرار موازنات لثلاث سنوات مقبلة في هذه السنة؟ يعني ما المراد أو ما وراء مثل هذا القانون أو القرار؟ نعم سيدي، أولاً هذا الإقرار هو خالف قواعد المالية العامة، وهي التوازن والوحدة وقانون المهم جداً، وهي سنوية الموازنة. نعم. لا يمكن في جميع دول العالم تقر، والتي تمتلك صناعة وزراعة واستقرار على كافة الأصعدة، أن تقر موازنة لمدة ثلاثة أعوام. الحقيقة هو هذا الإقرار، الأولى من الموازنة تكون ملزمة، والسنتين اللاحقتين تكون قابلة للتعديل. طيب. ولكن هذه والأحزاب إقرارها لهذه الموازنة التي جاءت مفاجئة، ليس هدفها هو أن تعدل عليها في السنين القادمة، وإنما الهدف هو استنزاف وسرقة الاحتياطي المالي للبنك المركزي العراقي، الذي صرح عنه المستشار محمد، الذي صرح عنه مستشار رئيس الوزراء. نعم. بلغ محمد صالح 115 مليار دولار. ومظهر محمد صالح حقيقة هو مشارك مع هذه الحكومة حقيقة بخداع الشعب العراقي وتدمير الاقتصاد، إذ أنه كان من المساهمين الفاعلين بكتابة الورقة البيضاء، والحقيقة هي ورقة سوداء ساهمت مساهمة فاعلة بتدمير الدينار العراقي وبانهيارات كبيرة للاقتصاد العراقي، ونحن مقبلون على انهيارات كبيرة جدا، إذ أن هذه الموازنة تهدف إلى سرقة ما بقي من أموال للشعب العراقي. وأكبر دليل على ذلك هو عودة علي محسن العلاق إلى البنك المركزي. نعم. الذي ساهم مع مالكي بسرقة احتياط البنك المركزي العراقي عام 2014، وعودة علي العلاق إلى هذا المنصب هو لتقديم أو القيام بنفس الدور الذي قاموا به سابقا مع نور المالكي بسرقة احتياط البنك المركزي العراقي. نعم. لذا نحن مقبل على انهيار اقتصادي كبير، وأنا سبق وأن قلت أن عام 2025 سوف يتعرض العراق إلى انهيار كبير في قطاعه المالي والمصرفي بسبب الكثير من المسببات الخطيرة. وأنا قبل يومين حقيقة تناقشت مع شخصيات فاعلة بالبنك المركزي العراقي، حقيقة كان رأيهم نفس الرأي، أن الوضع المالي والاقتصادي في العراق ذاهب نحو الانهيار الكبير. وبالعودة إلى الموازنة حقيقة، منذ عام 2003 وإلى يومنا هذا، الموازنات جميعها التي تقر هي لا تصرف إلى العراق، بل أن العراق يصرف ضمنياً على إيران ودول محور إيران، سوريا ولبنان والحوثي في اليمن. نعم. وما بقي من هذه الموازنة يصرف على العراق وشعبه، وتلاحقه الميليشيات والأحزاب بالسرقة والنهب. ولو كانت هذه الموازنات تصرف إلى العراق لرأينا 10%، لو صرفت على العراق لرأينا العراق اليوم ينافس دول العالم في الخدمات وفي التطور الاقتصادي. طيب. ولكن هذه الأموال حقيقة وتصرف بغير موضعها لصالح دول أخرى. طيب. وغيرها الذين يحتاجون على. نعم. أستاذ بهاء، يعني نكمل أو ما قاله الأستاذ عمر اليوم من قمة الاقتصاد، ونصل إلى قاعدة الجماهيرية والشعب العراقي، كيف تنعكس عليه هذه الأزمات الاقتصادية. موقع المونيتر الأمريكي يقول: أزمات اقتصادية وسياسية تعكر أجواء رمضان، الأسواق العراقية اليوم شبه خالية من العراقيين، والقدرة الشرائية أصبحت ضعيفة جدا. يعني كيف يمكن أن يفهم العراقي اليوم أن لديه هذا الاقتصاد الجبار وهو لا يستطيع شراء مستلزماته في رمضان؟ نعم، شوف، عندما يكون يعني سعر الحاجة في الأسواق المحلية متضاعف ثلاثة أو أربع مرات خلال سنتين، ويكون الراتب
الشهري للموظف على الأقل ثابت في هذه الفترة، وهذا يسبب تضخم كبير. أيضا هنالك السوق الموازي الذي خلقته الحكومة بعد أن ثبتت سعر صرف الدولار 132 بينما يباع في محلات الصيرفة أو في شركات الصيرفة بسعر 157 أو 158، هذا خلى فرق أكثر من 25 ألف دينار على كل 100 دولار فرق. بالتأكيد هذا وحده قد يكلف الدولة شهريا 10 مليار دولار يعني حسب الإحصائيات. المشكلة أين بالنسبة للمواطن؟ المواطن لديه مصادر دخل محدود، هنالك قطاع خاص متوقف، إذا فهو اعتمد اعتماد كلي على وظيفته الحكومية. بالتالي بما أن الحكومة أصبحت مدخمة بالموظفين فقررت أنه يكون هنالك سلم رواتب مخفض حتى بإمكانها أن يكون هنالك صرف على الرواتب أو بإمكانها أن تصرف رواتب لهؤلاء. وهذا الأمر بالتأكيد يعود بالضرر على المواطن العراقي. أيضا موضوع الاستيراد، هنالك جهات محددة بإمكان العراقيين أن يستوردون منها، وبالتأكيد هي إيران أولا. يعني واردات الصادرات أو حجم التبادل التجاري الآن بين العراق وإيران وصل أكثر من 14 مليار دولار سنويا. إيران تعتبر العراق سوق بالنسبة لها، وبذلك تعطل المشاريع القطاع الخاص وحتى المشاريع الحكومية اللي موجودة في الداخل. أيضا من خلال ميليشياتها هي تعطل أي مشاريع استثماراتية ممكن أن تأتي من شركات تابعة لدول أخرى غير الشركات المرتبطة بها، وبالتالي هذا كله ينعكس على المواطن العراقي. المواطن العراقي مصدر دخله محدود، وأيضا مصادر الدخل محدودة، يعني ليس فقط أنه كمية ما يدخله وإنما مصادر الدخل محدودة. يعني طيب هنا سؤال، يعني إذا كانت الرواتب ثابتة والدولار مرتفع والحكومة لا تستطيع السيطرة كما تدعي، لماذا لا يتم دعم المواطن بالبطاقة التموينية بمفردات تكون ساندة له في شهر رمضان المبارك على الأقل؟ يعني لماذا لا تتخذ الحكومة خطوة من أجل الشعب؟ لا، الشعب هو آخر اهتمامات الحكومة حقيقة. لا يوجد من يفكر بالشعب. هنالك مناصب تم تسليمها لهؤلاء الأشخاص من أجل أن ينفذوا برنامج أقرته الجمهورية اللا إسلامية في إيران، من أجل أن تستنزف طاقات العراق لصالحها. لولا العراق الآن 15 من سنة 2015 هنالك عقوبات، المفروض إيران الآن تزحف على ركبتيها من أجل لقمة العيش، لكن إيران لم تتأثر بالعقوبات بسبب ميزانيات الانفجارية للحكومات العراقية المتعاقبة من 2003 وحتى الآن. كل الدول الآن اللي موجودة، العراق هو مصدر تمويلها، ميليشيات إيران في سوريا العراق يمولها، ميليشيات حزب الله بلبنان العراق يمولها، الحوثي في اليمن العراق يمولها، كل هذه تمويلها على ميزانية الدولة العراقية. لأنه أين تذهب أموال العراق؟ تذهب إلى هؤلاء. يعني قبل مدة أنا استغرب من رئيس سلطة الطيران المدني في العراق يقول أنه مطار النجف لا نعلم عائديته ولا نعلم أين تذهب أموال مطار النجف. هذا التصريح كان غريب جدا، يعني من مسؤول في الدولة. هنالك كل شيء يدار في العراق من خلال إيران، بالتالي لا يوجد شيء ممكن أن يبقى للمواطن العراقي سوى الفتاة. هذا ممكن أن يسبب بالمستقبل أنه حتى هذا الفتاة لن يوجد بالنسبة للمواطن العراقي. باختصار هذا، لأنه لا يفكر أحد بالمواطن العراقي. نعم دكتور نوري، اليوم الميليشيات تسيطر على الملف الأمني وتهيمن على الملف الاقتصادي، من يستطيع محاسبة الميليشيات أو الأحزاب التي تتحكم بالعملية السياسية وتسيطر عليها؟ من يستطيع أن يحاسبها على الأموال والميزانيات المليارية الانفجارية؟ طيب هو راح أجاوبك ضمنياً. ضمن التعليق كان بدي إذا تسمح لي أعلق على موضوع الميزانية ثلاث سنوات. نعم أستاذ عمر تحدث عن الجانب الاقتصادي وخطره في هذه الموازنات حقيقة، ولكن هذه الموازنة يعني تشريع موازنة لثلاث أعوام هي فيها مخالفة دستورية وقانونية. الدستور الدستور حدد أن يشرع قانون موازنة سنويا، كذلك قانون المال أو النقد العراقي هو يعني حدد التشريع الموازنة سنوين، فبالتالي هذه جنبة قانونية هي مخالفة واضحة وصريحة مباشرة. طيب
الغرض منها، الغرض منها سياسي، مو اقتصادي ولا قانوني. تجاوز هم يتجاوزون على القانون، يتجاوزون على الدستور، وهذا يعني لهم قوانين خاصة يديرون فيها البيت. يعني لا يمكن، لا يوجد من يحاسبهم على ذلك حقيقة. نعم. حتى لو خالفوا الدستور، حتى لو خالفوا الدستور، من يحاسبهم؟ هم في السلطة التشريعية وهم في السلطة التنفيذية. نعم. بالتالي من يحاسبهم؟ وهم حتى في المحكمة الاتحادية. نعم. إذن نحتكم لمن؟ بالتالي الشعب العراقي يحتكم لمن؟ يعني اليوم الشعب العراقي حقيقة مسلوب الإرادة. نعم. بهذا الملف تحديدا، ولكن دعني أن أتحدث عن جانب السياسي في تشريع موازنة لثلاثة أعوام. طيب. جانب سياسي. الجانب السياسي حقيقة الحكومة تلجأ كل سنة، كل سنة تلجأ إلى البرلمان لتشريع قانون موازنة. طيب. بالتالي البرلمان، الكتل السياسية اللي موجودة في البرلمان من خلال تشريع هذا القانون يمكن أن تتيح لها فرصة محاسبة الحكومة. طيب. عندما تشرع ثلاث سنوات خلص صار في مأمن، الحكومة أصبحت في مأمن، لديها أموال لمدة ثلاث سنوات وهي نهاية فترة الحكومة. سوف لا تلجأ لمن؟ إلى مجلس النواب. بالتالي السلطة التشريعية تكون هي أقوى، عفوا السلطة التنفيذية تكون هي أقوى من السلطة التشريعية. يعني تضع يدها لثلاث سنوات مقبلة خلاص. يعني حتى وإن مارس السلطة التشريعية بشكل صوري دورها الرقابي، راح يكون هواء في شبك أمام السلطة التنفيذية التي تمكنت من مالها لمدة ثلاثة. نعم. أعوام. هذا جانب. طيب. الجانب الآخر السياسي هو لا نقول هو تنبؤ، ولكن هو خشية وهو متوقع، لأنه الإطار التنسيقي باستمرار يتنصل عن عهوده، يتنصل عن الضمانات التي أو المعاهدات والاتفاقيات السياسية في تحالفاته. طيب. وهو اليوم ملزم أمام تحالف إدارة الدولة، ملزم في إلغاء قانون المساءلة والعدالة، ملزم في حسم ملف المناطق المتنازع عليها مع الكرد. نعم. ملزم في إصدار عفو عام. يعني هذه الالتزامات، الآن الإطار التنسيقي وضع هذه الالتزامات إلى ما بعد من؟ إلى ما بعد تشريع قانون الموازنة. وإن تمكن من تشريع قانون الموازنة سوف لا يحتاج إلى تشريع مثل هكذا قوانين. القوى السياسية المتحالفة معه سوف تسعى لإرضائه حتى يشرع هذه القوانين، وسوف لا يشرعها. هذه أزمة حقيقة يعني ما بعد تشريع القانون. نعم. قانون الموازنة لمدة ثلاث سنوات سوف يعني تتحول إلى أزمة سياسية جديدة في داخل إدارة، في داخل تحالف إدارة الدولة. نعم. ومشكلة كبيرة ما بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية. بالتالي السنوات المقبلة لا يمكن أن أتوقع. نعم. أن أتوقع يكون أكو تمكن في تقديم خدمات مريحة للمواطنين. طيب. نعم أستاذ عمر، استمعت إلى هذا الكلام والصورة السوداوية للواقع السياسي والاقتصادي. طبعا الواقع. للاقتصاد العراقي، هل من حلول مقترحة؟ هل من حلول تلوح بالأفق حيال ما قد يتعرض له الشعب العراقي؟ الحكومة والسياسيين ليس لديهم مشاكل اليوم أرصدة في داخل وخارج العراق، ولكن الشعب العراقي، ما الحلول المقترحة من أجل الحفاظ على مقدراته أو لقمة العيش؟ في ظل وجود هذه الحكومة حقيقة من داخلها لا توجد أي حلول إطلاق. نعم. أما في الشعب العراقي حقيقة، هو على الشعب العراقي أن يقول كلمة الفصل. حقيقة العراق اليوم يحتاج إلى تضحيات كبيرة، على الشعب العراقي أن ينتفض من أجل لقمة العيش. نعم. أنا أقول بالإلفم، العامين القادمين أو الثلاثة سوف يكون القتال على لقمة العيش. الوضع في العراق وضع جدا، تضخم كبير، ركود اقتصادي، نهب لأموال البلد، تراجع في قيمة الدينار العراقي، عمليات ممنهجة تقوم بها هذه الحكومة لقتل ما بقي من الشعب العراقي. هذه الحكومة التي تفننت بإبادة الشعب العراقي بعدة وسائل قتل ومحاربة منذ عام 2003 وإلى يومنا هذا. هذه الموازنة حقيقة التي تقدم الحكومة على التصويت عليها فيها جوانب خطيرة جدا، منها تكبيل العراق بالديون الكبيرة بسبب العجز الكبير في هذه الموازنة
سوف تلجأ هذه الحكومة إلى الاقتراض الداخلي والخارجي، علما أن العراق تقدر ديونه بأكثر من 116 مليار دولار وما خفي أعظم، يضاف إليه الاقتراض الجديد. فضلا عن ذلك، نحن الآن نشهد عملية عجز مالي في الموازنة العامة، وهذا هو عجز أول. ثانيا نشهد عجز في الميزان التجاري وعجز في ميزان المدفوعات، وسوف يضاف إلى ذلك عجزا آخرا هو العجز في رصيد أو في الحساب الجاري للدولة، لتصبح بذلك لدينا أربعة عجوز كبيرة سوف تفاقم من هذه الأزمة. حقيقة نحن مقبلين على ارتفاع تضخم هائل جدا. نعم، وإنهي من المتوقع مع نهاية هذا العام قد تصل سعر صرف المئة دولار إلى 200 ألف دينار عراقي، لأن هذه الموازنة سوف تسبب انعكاسات سلبية كبيرة على سعر صرف الدينار العراقي، فضلا عن انعكاسات سلبية اقتصادية. نعم. الحلول من داخلها. طيب أستاذ عمر، اسمح لنا فقط نسأل أستاذ بهاء آخر سؤال. يعني المظاهرات في 2019 كانت لها مبررات كثيرة، انتشار الفقر، قلة فرص العمل، البطالة وغيرها وغيرها. كيف ترى تجدد مثل هذه الظروف أو استمرارها أو تفاقمها حاليا؟ كيف يمكن أن يزيد من الغضب الشعبي الجماهيري وممكن أن تتفجر مظاهرات جديدة؟ نعم، بالتأكيد هو الغضب الشعبي موجود، لأنه هذا الحالة المزرية اللي يعيشها المواطن العراقي لا يعيشها أي إنسان في أي دولة، حتى وإن كانت من أفقر دول العالم. لكن المشكلة أنه هنالك غض نظر عن ما يجري في العراق مع أي مظاهرة. يوم أمس شهدنا بعض المتظاهرين اللي خرجوا في مدينة الكوت على موضوع سانتيغو، واستشهد أحد المتظاهرين وبدم بارد، ومع ذلك لا يوجد من يفكر بالشعب العراقي من ناحية الدول الكبرى التي هي من مكنت هذه السلطة وهي من تعترف بهذه السلطة كحكام العراق. بالتالي الشعب العراقي أمام أمر واحد ما لا ثاني له، التوحيد الصفوف، توحيد الكلمة وتوحيد المطالب هي والقيام بثورة. هذا الشيء الوحيد اللي ممكن أن يغير الواقع العراقي مهما كان. مثل ما قال الأخ عمر، قال إنه العراق يحتاج إلى تضحيات. فعلا الشعب العراقي مطالب بتقديم تضحيات من أجل أن يرفع هذه السلطة الحاكمة عن وبالتالي يعيش كما يعيش غير أقرانه في باقي دول العالم. لذلك لا يوجد حل أمام الشعب العراقي سوى الثورة. المهم في موضوع الثورة هو أن تكون منظمة وذات مطالب محددة ولها توجه واحد، ليس مشتتة كما حصل في أواخر ما حصل في ثورة تشرين، عندما تم تشتيت المتظاهرين وبعضهم فكر بالدخول بالعملية السياسية وقوائم انتخابية وغيرها. لا، يجب أن يكون صوت واحد وكلمة واحدة ورأي واحد، ويقررون إزالة هذه الطبقة السياسية من الأساس ولا تفاوض معها إطلاقا. هذا هو الحل الوحيد. يرى العالم بأن الشعب العراقي ما زال شعب حي، الشعب العراقي ما زال شعب يعاني ويطالب بحقوقه، وعلى العالم لا يدعم حكومة مثل هذه المافيات، مافية الفساد الكبيرة ومافيات القتل. نشكركم الشكر الجزيل مشاهدينا، وكذلك نشكر ضيوفنا في حلقة تحت الضوء لهذا اليوم، الدكتور نوري حمدان الباحث والصحفي السياسي العراقي. شكرا جزيلا لكم دكتور على حضوركم معنا، ونشكر أيضا الأستاذ عمر الحلبوسي الباحث في الشأن الاقتصادي، شكرا جزيلا لوجودكم معنا أستاذ عمر. ونشكر أيضا الأستاذ بهاء خليل الصحفي والكاتب العراقي، شكرا لكم، والشكر موصول لكم مشاهدينا على المتابعة. نلتقي في حلقات أخرى، إلى اللقاء. حياكم الله دكتور.